قبل ما نكمل كلامنا في النقطة دي، عايز اسألك برضو، لأن اتقال في الوقت ده إن جالكوا عرض من نادي الزمالك في الوقت ده، هل عرفت في الموضوع ده ولا لأ؟ في حاجة لازم نقولها، إن في أندية كتير فوضتنا مش بس الزمالك، كلمت مع روني فايلر، لأن بالنسبة له كان مدرب شاب وبيحقق إنجازات ومسيرته كانت كويسة كمدرب، وده حاجة مهمة جدا إن الفرقة تفكر في مدرب يكون طموح وشاب وبيحقق إنجازات. مش هقدر أقول بقى في نادي ده تفاوض أو ما تفاوضش، في نادي كلمنا وما كلمناش، بس كان في عروض كتيرة من أندية كتيرة. في أكتر من نادي اتفاوض مع فايلر قبل ما يجي مع الأهلي، بس هو اختار النادي الأهلي. هو اللي اختار النادي الأهلي. طيب لماذا تم قبول عرض احدى الفرق في افريقيا بما انها كانت اول تجربه لكم افريقيه؟ طب بالنسبه لنا كان واضح جدا من قبل ما نيجي ان احنا نيجي افريقيا، بس هنيجي في نادي كبير ونادي مهم في افريقيا، النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اهم نادي في افريقيا. طبعا احنا بنحترم مع كامل احترامنا للفرق الثانيه، بس احنا الاقوى، واحنا بنجيش نقول النادي الكبير هنعيش على انجازات الماضي، لا احنا مش طريقه تفكيرنا كده. تفكيرنا ان احنا بتفكر في تاريخك وفي نفس الوقت بتحاول تحسن المستوى عشان تحقق وتكسب بعد كده في المستقبل، يعني وده اللي احنا بنعمله. افهم الكلام ده ان لو كان جالك عرض اخر من نادي اخر بعيدا عن الزمالك، يعني في اي حته في افريقيا، هل كان من الممكن ان ترفض هذا العرض وان موافقتكم على القبول عرض النادي الاهلي، لانه هو النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وكذا وكذا وكذا؟ لما رينيه فايلر جاله الاول تواصل من النادي الاهلي او تفاوض، احنا كنا متحمسين ومبسوطين ان احنا جالنا اتصال من النادي ده، لان عارفين تاريخ النادي. بعد كده دي كانه زواج بيحصل، يعني بيبقى في لازم في توافق من ناحيتين او في تفاهم من ناحيتين، وده حصل. ديفيد، عايز اسالك عن الفارق ما بين العمل في اوروبا وافريقيا. طبعا في الشغل طبعا طريقه التفكير مختلفه، مش نفس طريقه التفكير في الفرق الافريقيه او الفرق الاوروبيه. احنا اشتغلنا في اوروبا مع انديه في سويسرا وفي بلجيكا، اكيد طبعا مختلف تماما عن العمل في افريقيا. وده بس دي حاجه كويسه برضو، ان تتعامل مع عقليه مختلفه وتحاول تقرب من مكان ما كنتش بتمرن فيه، وتحاول تفهم عقليه اللاعبين وتحاول تتفاهم معاهم وتمرنهم وتضيف لهم. انا اعتقد ان بعد تجربه ثريه زي اللي عملناها في افريقيا مع نادي كبير زي النادي الاهلي، في المستقبل ممكن اؤكد لك ان احنا هنخرج باكبر مكسب ممكن من الناحيه المعلوماتيه عن طريقه اللعب في افريقيا، وعن ناحيه الخبرات كسبنا خبرات كبيره جدا بفضل النادي الاهلي. الدنيا مختلفه خالص في افريقيا، يعني جو مختلف، اكل مختلف، ناس مختلفه، العاطفه. اوروبا ما بتبقاش العاطفه عند اللاعب لكن او حتى عند المدرب، لكن في مصر وفي مصر تحديدا العاطفة بالنسبة للاعب مهمة جدا. كيف يتعامل الجهاز الفني مع مثل هذا الأمر؟ طبعا أؤكد لك إن طبعا طريقة التفكير مختلفة. والجو معلش، والجو والجو هنا حر جدا فعلا. لكن أعتقد برضو حاجة بترجع لنا إحنا كفريق عمل، لما جينا هنا عشان نضيف التاتش بتاعنا، اللمسة بتاعتنا على الفريق، ونعمل خليط بين الخبرات الموجوده والخبرات اللي ممكن نضيفها للفريق. اهم حاجه في الاول الشعب المصري استقبلنا كويس جدا، خاصه جماهير الاهلي استقبلونا بحراره شديده. لما لقينا في قبول بعد كده الموضوع هيبقى سهل، هما سهلنا المهمه بتاعتنا. بس انا بصراحه لغايه دلوقتي بعترف لك الامور ماشيه كويس جدا. لسه في احسن المفروض نجيبه للنادي ونحققه للنادي، بس لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس جدا زي ما كنا متوقعين.